نروح مع حضراتكم لتفاصيل اهم الاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي النهارده في المواقع الالكترونيه، وهنبتديها من الموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان ارسلت اداره النادي الاهلي النهارده الصبح شكوى النادي الاهلي للجنه الاولمبيه المصريه بسبب انتهاك اللوائح في اجتماع مجلس اداره اتحاد الكوره مع رؤساء الانديه وممثليها، والذي جرى بمقر الاتحاد يوم 6/2/2019. طالب النادي الاهلي في شكوى اتخاذ اللازم قانونا حيال انتهاك اللوائح والسماح لرئيس نادي الزمالك الموقوف من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بحضور الاجتماع الذي تمت الدعوة إليه بشكل رسمي. كمان النادي الأهلي بعت شكوى النهاردة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، وحرصت إدارة النادي الأهلي على دعم شكوى النادي الأهلي بخمس مستندات رسمية بتأكد أن اجتماع اتحاد الكرة مع ممثلي الأندية رسمي وليس تنسيقي حسب ما جاء على لسان المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة. وتطرق النادي الأهلي كمان للتجاوز بألفاظ خارجة لرئيس نادي الزمالك حق ممثل النادي الأهلي المهندس خالد مرتجي، واللي هو غادر طبعا الاجتماع احتجاجا على انتهاك اللوائح وعدم الالتزام بقرارات اللجنة الأولمبية.